رغم أن البنك العالمي توقع تسجيل نسبة نمو بالجزائر تقارب 1.9% سنة 2020، إلا أن إعادة تأهيل المنظومة الاقتصادية والاستقرار التشريعي للاستثمارات سيضمن حسب مراقبين زيادة بقرابة 0.5%، زيادة من شأنها أن تزيد من تحسن ولو طفيف على الاقتصاد الوطني. حجم الاستثمارات آخر نتائج الديوان الوطني للإحصاء يتقلص في شهر سبتمبر يتقلص بحوالي 1.3% من حجم الاستثمارات. أن حجم الاستثمارات يمكن جدا أن تراجع بحوالي 2 إلى 2.5%، بمعنى أن حالة إحباط أصيب بها المستثمرين يزداد أكثر وأدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية. تراجع محسوس في نسبة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر بلغ 1.3% خاصة خلال شهر سبتمبر الماضي، وضعية زادت حالة الإحباط لدى المستثمرين الأجانب. الآن نسبة النمو المتقبلة في 2020 هي 1.8%، وهي نسبة ضعيفة. يمكن إن فعلت الأمور في أقرب وقت ممكن واتخذت الإصلاحات الجريئة التي هي مؤلمة مرة أخرى، يمكن أن تشهد 2020 عملية نمو في حدود 0.5%. المتتبع للشأن الاقتصادي بالجزائر يدرك جيدا ضرورة المضي في البحث عن بدائل عن الريع النفطي، والبداية بإعادة التأسيس لمنظومة قانونية تساهم في ازدهار البلاد.